توق وتوق والقيبة وتوق كل شي توق وتوق والقيبة وتوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، يا ولا ليال وعيسى محمود وحن ما أنت كهلينا أرنت سلبان قال إيو علي خليف وحن مغلي كري عكتي شوك سوي إذا مر بي غيب الأطلانتا مرون بي غيب الأطلانتا علي خليف سيكا استوى لولا هدلي كوري يوخوص وحوال بواليش قدي أنا ما ننتي و لكن وحن كبوس ما ننتي و ساح دير شوقي و اسكو عانا شوي أنا تاسان كبوس دي وان هيري دي سان شلن كان فيديو قيان ما ننتا دوي ومتك هيري سان ما ننتا وحالي لعالي و اسكو رعي سياسة دهان شرف أهان يعني أقوان أهان و اسكو رعي سمات كان من كان مستوها هوس و سوان نغضي ما ننتا حين أو بيئيو داد كريو أديك أو بيئي إنك مستويها أوصول نقضي المستويه اللي هو قاعدي على واس كوراي مركا قفق مركا أديبو مركا أديبو هذا مركا هذه قور دقر إيو خيانة إيو دبي كفوق أنت إلى حين واقو فوق واقو مقية بلايك هذا ترى من بالغو صادرة على خليف ما أنت وحنا سعداء وحنا سعداء بارمي ودبده كودي وحنا سعداء نقبيانا يا هاني وحيس السيكة بالرعية وما انت دي مختي كردقي سلبان قال سلبان قال وضيما نحانا هي هاي ستة بالرعية ومختي كردقي وانك اوي على قري اهني فير سومالي لانا وهمت يا رقا قد وضع على هلا وحوي وحوكسي فيي حوي السلبان قال وحوي ووصلت حارانا وسومالي لانا في بحجرتي سلبان قال سلوغي هاي وحوية وسوى سيلانية وسلا اسمه قويس وانك حكومة دا إلالي كري مشكو إلالي كري مردعين انتو سلبات ضبلا سنضاد وسلبان قال تشوغي هلكا ان هذا الشيء او اي ما ملكا صوتو لي سورتها مردعين ولقينا موارن اهل اسمه كمال وكفر فرما هاي ولقي بقى اسمه مرتاقين أخينا إلى هذا هاي ما ملك سومالي لان وسيلة يو وسيلة دي سيو حصف الضمرية ولقي اسمه مرتاقين سمارك لكن ما توي شورتاقي علي خليف أنت علي خليف وعي شورتاقي سوفت محيط مهورت عقوت المامي هشيسك وحان هشيس بقى هاي إلا وقل ياشو سومالي ولقي هذاك هذا كمان إلا قلاياشنا ودن سومر هشيس منو غني قلاياشا سومريستيدنا وشعبان لما قنا سومر كلا وما شاء الله قلت هذا قلين دي اللي سكور تاقو قدام سيدي ساكو فرحو ماركا مررت كريب كا يلا دقيستا سليلان قال مركو شوى مركو كهلا يا شيسكا سيلان يو كوح ديسي يو عالي خليف وضا قلين روح كي لي هذا ايه اكل شنو انك صوله ولا عارف ولا لا ولا عارف لا وشو رمت انا رمت هشيت كان الحوينه ايو خاتم كولا في غتين
أنت هذا واحد شوتة مدحوينا أيو على خليج هشي اسمها وسوتشة دي وي هسوا قدوتو وين الله قال ما مرتا وايا صحيح ما قصي هشي قال إنه خلص أقول لي قلنا هل سوا قدوية هسبراس سكيرا هسوا قارتو هسوا نماتو تبارك حسين روحي اللي لو قبها هيك قبرين ما دركتين ان سيدا المحاك اللي فين وصدا وشرتها بها انت سوى عن ولقي شرتها وحي وضطوا امام الكسومالي وحي وطان سوى ولقي شرتها المحاك اللي فين ارنت اللي شرتها ان سيدا بحي شرتها اقي وشرتها اقي ارنت وكوكا اللي فين أنتن حضر كان ويد علي خليف ما ننتي وعينا بروح كل سير حي ولا أحبان سير حينا حضر كيف هلك كيري هي أصلا مغطى سريبان كل كك كاني وكان تين وشرت عقوين مرتين إيش نسك محي أنت محي هاي علي خليف ويد أو شو عن وحياب له ومرنا بقى مرنا بقى مرنا بقى أنا فاهمين وقلبت أنا نكود هذليني وربونتلان بان نقدو لماذا بونتلان با سياسة اهان ملتري اهان نقالة اهان نقدو لماذا ورد الريال ونالقرتو قعنا السيئة ريال اللي هاليه ورد دمرنا وحال اورانا يا لمن كان مره ما يسانينو واهرتي واداروت وربالهرتيق يا داروت كهبا يدن بيه ورسالك بدولك ديك كريمين ورمامل كبوهود لمامل نقا دول دسيا عيدمو الشيغ يا حد كو هورو دور بقول هنا تشوغين كو دور بقول هور لنا القوريو هذا ركتين هذا كاسا سليمان كاني شفت هاي الشيء صوت هاي تاعي سليمان قال ارنت ابو هور لي سي وين بخصيصة وانا نكد دبل كرهي حي ساني دي سو شيغي هورين بدن انا دي سو شيغي وحي خاتمه وحياة هي الخيانة إيش خيانة إيش القول لقسوة أباب لي سومالي اللي عندي وحكينا إنه وحياة هي دقال كي كل شارع لابا صدح كور كدعي ولابا صدح كور با لقب البوري لين عوالي با يقول إذا ما فرق بدني كقل انتين حقلنا أي ماتو بدن ومارك أي وحقار سيئة والله يين حصوغين أنت هسميل أرق بيستاكتي مركا وعي كوات كاتي سميل لاني لي بوهو اللي قشو سامر بي قادي تاس إياه كنتين لو قيلة لو قيلة لان صداع الخليف نوحا فرفوغ ماشي العيدة ما تشوغا العيدة مو إلا دولدي بربورتي محمد سياد العيدة ما كثير شيء ده ما تشوغا نوان دليلة ديقان كون بشي لكي أسكرتي أها إيو فكروا اللي بتشوغا ايا تشوغا ديغان كابو هوري وبنا واي هيستا لما كاس مودا فكري واي لقال ابو هوري ويقري كريم ان سلا وقيد علي وحلو صدرين ونما كا كان فرفور علي خليفنا يقبل دي بغصون وضع قالك بحي اللواتنا اللي ناشا صوكا لا اربش يقبل دي بغصون وضع اي هاي وريقول الدولة ماش علي دا وحو البيس كودي ايتا ما مصمين دادال ير مصمين وحو البيس كودي وينو لسو عاني ميلي ياب ميلو بوينو كلاسو عاني علي واحد والبيس كودي لأرنتي وتعب واي وضميتي واحد نغطي هل كاوا كلاصو نغليه وحليه هذا مرك وليه بون لان بان بان ودو لان وحكا الله يوا إذا مضى ديقان كبو فوضنا كواسو بون لان كشيقيا سو مارك اللي من كاس وليه هاي نالك رففره ونالك انا مارك تايدا حل كلمة لها ضيع دولات هذا مكانو انا مضي غير بو فوضنا بو خيال دولش سو مارك ان تاس اياك انت هلك وكعرو دي سليمان قال وكعرو دي وهلك صوت حيت هاي سليمان قال اد بي وخصيصة ارنت اللي سكول لاي كالشالة وحي كب بلامنتي اصل اهان بلاقو داد شعب يسكو قبصدين ولو دي ماركتين لين عكسو تشيلة داد شعب اي احد مركيو داد كاسو يسكو قبتين بلاقو اي قوتين بلاحن ماركتين باريق برو اي هلكا كقوتين وكسو تشيلة سليمان قال بريقها وحالها قويسك سليمان هذا أنا بقول أنا سقولهين ك
qoyska isla reer isla qoyskiisa lahaa banaaga Soomaalka. Marka berigii hore waa tuu dagaal xajiray, markii arrimihii magaalada shacab isku qabteen oo markaa atuu ciidamada soo dhex geliyey, raggii dagaalka ninkii bilaabay buu ahaa Saleeban Gaal baa amarada bixinayay. Soomaalka meesha dagaal lagu qaado Saleeban Gaal baa bixinayay amarada. Tii way socon weyday, wuu ku jabay. Markii taa lagu jabay, Cali Khaliif baa loo qeylan dhaansaday. Cali Khaliifna waa kaa faran mara kareeyay. Marka halka uu iska hortaagay, isku hortaagay heshiiskiisii, war waxaad noo qabatay nagata wey yani aanu ku dirsanay maye. Marka waxa weeyaan Cali Khaliif cagtii joogsan weyda marmeel cebla qabat. Waan filayaa anigu waxyaaba caynkaasi in mid ka musiibaysan Alla u soo diri doono maaragtay. Waa musiibo weyn Saleeban Gaal. In Ilaahay kaasoo kale u soo diray waa filayay. Waayo qofku markuu khaayan yahay inta deegaankiisii oo sidii Ilaahay u soo dhaweeyey oo sidii u koorkoorinayay ayuu khiyaanay. Ilaahayna mid ka khaayaysan Ilaahay u soo diray. Midaan manaxa waa istaahina. Hadalkan Saleeban Gaal Cali Khaliif wuu aqbalay. Sababtuna maxay tahay? Gadaashiisa ayaana waxba ku ogeyn. Dhammaan meelihii uu ku gaban lahaa oo dhan ama ku tirsanan lahaa lahaa oo dhan baruu isoo gubi. Marka arrinta diidmadeedu halkaasay ku saabsan tahay, Calina Cali quusan maayo, laakiin runtii way u dhammaatay. Laakiin quusan maayo, Cali waa soo taagan yahay, waa macanga dhammaadkan. Heshan nimanka shaqada ugu hayo ka sokow xoogaa dhaqaalaha baa meesha ugu jiray. Ninkale wuxuu rajeynayaa shirkadaha Norwegianka ee deegaanka la siiyey Somaliland deegaanka ka kiraysay, kuwaas ayuu isaga laftigiisa ku xiran yahay. Waxa uu la ordaayo oo le habeen arh iyo habeen la fadhiisan waayo waa arrintaa weyn. Marka sermaqabe Allah u sahan dadka deegaankaasu waa dad dayacan. Deegaanada ACC way dayacan yihiin, laakiin mar walba Ilaahay baa bixiya. Doorashooyinkii hadda dhacay way nuugay, Ilaahay baa ka saaray. Nimankaas qarash badan baa kaga baxay, waa dhib oo dhan baa ka gaadhay, haddana faran madhan bay kala yimaaday. Tan wax walba la isku day baa taa weli waa soo taagantay. Mucaamala shaqooladu waa fara badnaaye, hase yeeshee waxba ka socon waayo. Saa awgeed waxaan leeyahay laysku dayadu way badanayaan. Somaliland isku dayadeedu joogsan maayaan, maqriba joogsan maayaan. Dadka deegaankan waxaa la gudboon inay khilaafka iska dhaafaan, caqliyeystaan, usoo maaragtay yani xaqaaiqa ay ogaadaan waxa ku xeeran. Cali Khaliif hadda wuxuu sameeyey, laakiin dadkan deegaankan waxa weeye Cali Khaliif hadda sumcad xun idin ka bixiyay, wuxuu idin ka bixiyay dad aan weligood waxba samaysan karayn oo iyagoo aan isugaamin karayn idin ka bixiyay. Dadii 50 sanadood ahay wuxuu adduunka idinku shaabadeeyay inaydan ahayn dad aan ismaamuli karayn. Ficlan saasaad noqonaysaa. Maalintii loo shirki baan ka hadlayay sida wax loo habeeyey, oo nimankii wax kharibay ee dunida kharibay dib loo soo maaragtay abaabulay, halkii marka kan la caqlaysan lahaa wax dee cusub la dooni lahaa oo maaragtay amuura wax laga bedeli lahaa, laa kuwii loo socnaa. Da marka Cali Khaliifna uu yeedhay lawa isku dambiye maxaa isaga loo gudbinaya. Wax walba way wada qabteen dadka, wixii dhibaato dhacday oo dhan way shuraakay ku ahaayeen iyagaa dadka wada maaragtay dhibaatadaas oo dhan kusoo hagay. Ilaa shirkii London Addis Ababa way wada socdeen. Markii Somaliland la isla tegay muu ka adkaaday oo isagu khiyaaniyey. Marka maxaa loo gudbinaya Calina hala keeno hala yaalkaana shirka wax ka maamul hadday arrintu sidaa tahay. Ugu xumaan dib loogu soo celinayo isagana ha loo yeero. Waxaa ceeb iyo damiir xumo oo dhan ah, iyo dadnimo xumo iyo tulnimo xumo, in iyada oo xasuuqii Kaalshaare iyo gobolka Cayn aanay ka jawaabin maamulka Somaliland, arba oday ku sheeg iyo siyaasiyiin xunxuni ay u sii dhiira dhaansadaan Somaliland. Somaliland baan wax ku darsanaynaa, Somaliland baan la heshiinaynaa. Khayr baan idiin rajeynayaa. Subxaanakallahu walxamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.